فما هلك الأولاد إلا بأبائهم. أنتم المسؤولون أمام الله وأنا على رأسكم. حتى الإنسان ما يقولش أنا خير منهم. إحنا المسؤولون. درت له الهاتف، ولما درت له الهاتف تراقبه، تعاينه. هذه الأيام جابوا الكشوفات، نسمع أنا كاين اللي ضرب وليده، كاين اللي قال له ما تهدرش معايا، كاين اللي قال له هذوك درامي كنت نعطيهم لك غير نسى باش نزيد نعطيهم لك، وكان يقول له هذيك اللي كنت نديرها. تعرفوا علاش ما جابش المعدل؟ فاش في دراسة نظامية حضرت الشهادات وغابت الأخلاق والطبائع السليمة. حضرت الشهادة وش بيه؟ دا ليسانس، وهذا ماستر دو، وهذاك حضر الدكتوراه. حضرت الشهادات وغابت التربية، غابت الأخلاق، السجايا الطيبة مكاش، والشهادات شهادات بالله. هذه الدكتور والتراكتور هذه راهي اركب بها من سيدي عيسى، ومن سيدي عيسى كمل بها حتى تخرج البسكرة ليه قاع. الله المستعان. أين الأخلاق؟ ما تهدرش معايا 8/20، كان يقول مانيش بابك ما تجيش تكلمني. تهولت على جلد الشهادة، تهولت، ما تهولت على جلدين. هو يا مسكين ما تهودش، هو راقد وانت تصلي لا تحرك ساكنة، تشوف الطيش ببصرك، تشوفه طايش، على باليش بيها، ما على بالكش بيها. والآن هيا نقارن، ما كاينش وجه المقارنة. هذا قرآن، هذه آخرة، هذا دين، هذا إسلام، هذه شهادات. جاب ما شاء الله، ما جابش ربي راه داير له مخرجه سبحانه تبارك وتعالى. اقرأوا القرآن، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. اقرأوا القرآن تستقيم الأمور، والإيمان يعظم في قلوبنا بماذا؟ بتلاوتنا للقرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. راني درت له دروس إضافية باش يؤدي الشهادة. تعرف على درت له دروس إضافية؟ أخاش أنت بخير عليك. هل جعلت له مدرسا يدرسه القرآن؟ راح نمرض، راح نمرض. دروس إضافية. والثانوية ما يقراش ونقراو احنا دروس في المدارس هذه العمومية، في المدارس الخاصة وبعد المدرسة الخاصة دروس إضافية. هل جئته بشيخ يعلمه القرآن والآداب وأحكام التلاوة؟ قال له انت في واد هو في باب الواد. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. حرصت عليه باش تخرج النظامية العامة وتديه إلى المدرسة الخاصة، وجيت قلنا على بالك الدراسة، أنا عارفين الدراسة، أنا عارفين الدراسة. ودينه، أخلاقه، تربيته، مسجده، صلاته، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا هو همك في أولادك؟ يقول لك أنا ندير له باش نضمن له المستقبل. استغفر الله العظيم. أنت تضمن؟ وش بيدك أنت؟ نضمن له المستقبل. مستقبله أمره عند ربه، ما أنت إلا سبب، ليس إلا. أحرص له على دينه. هذه الأيام راك تقرأ في القرآن ما شاء الله، ونهار تجي إلى سورة طه تذكرني، والمجيء إلى هذه الآية وامر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها. الرزق لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا شهر القرآن، اجتهدوا في التلاوة. ترقدوا يرقد، ما نقولش ترقدوا باش إنسان يحكم سابعه، يرقد حتى للوحدة، ويرقد حتى للساعتين ولا الثلاثة، وبعدين ينوض الطنوبيل يقول له اركب اركب نروح نجوزوا الوقت. وكتاش يقرأ القرآن الكريم؟ متى يقرأه؟ أسلافنا لما تقرؤون في كتب السير أمرهم عجيب مع هذا القرآن. ثلاثة أيام ختمة. وسلفنا ما كانوا على هذه الحال، الهدرة والأصوات والشهوات، وشري 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 وشري، كانوا يدعوا ربي يدعوا ربي يدعوا ان شاء الله يا ربي نوصلوا رمضان بركي. اذا دخلوا رمضان يموتون فرحا. تعرفوا علاه؟ عندهم خبر باللي الشيء اللي في رمضان ما كانش في 11 شهر اخرى، ما كانش. وانا اسمع المشايخ قالوا استغفار في رمضان ليس كاستغفار في غيره، وصدقة في رمضان ليست كصدقة في غيره، وقراءة للقرآن في رمضان ليست كقراءة في غيره، وهكذا 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 وهكذا. رمضان هذا، أنت كبير خلاص، أنت كيمانة، هذا الشاب هذا أو يقرأ دخل إلى لجنة الامتحانات بكالوريا، جات الأسئلة مادة الرياضيات، وهو يتبع في الأسئلة، جاء واحد قدامه قال له هاك الإجابة النموذجية، الإجابة على الأسئلة هاكا. الآن أسألكم سؤال، اللي عنده الأسئلة وعنده الإجابة النموذجية الصحيحة وما ينجحش، وش تقولوا عليه؟ أسئلة إجابة. العاقل يقول خلاص هذا كي حطوا القائمة هذا الأول. رمضان أسئلة وأجوبة نموذجية بين يديك. اللي ما خرجش في القائمة في البكالوريا، اللي ما خرجش في القائمة يبكي، ويمه تبكي، وبابا خلاص يروح من الدار لأنه قامت القيامة. القائمة اللي ما خرجش في رمضان رغم أنفه في التراب. شكون هو يا رسول الله؟ من هذا؟ من أدركه رمضان، جاءه الشهر ولم يغفر له، جاءه 30 يوم وجاءه رمضان ولم يغفر له، فأبعده الله. أسئلة وأجوبة نموذجية، هذا في رمضان. هاي الأسئلة وهاي الإجابة، هاو رمضان وهاي النفحات الربانية اللي مداش في هذا الشهر. اللهم لا تجعلنا منهم. وقال له فرحتان، هاي تعلق القوائم، هاي تعلق، بالك برك ما تكونش في القائمة تاع الفائزين، وبكي على همك وبكي على روحك.